مساء الخير أعزائي المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير. وحلقة جديدة من الجسر، نقرب المسافات بعد ساعات ويبدأ الشهر الكريم رمضان مرة تانية بيعود علينا، وبندعو ربنا جميعا أنه يتقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا في شهر رمضان، وأن يبارك لنا في أيامه وتعود علينا بالخير واليمن والبركات على الأمة الإسلامية والأمة العربية وعلى العالم أجمع. شهر رمضان زي ما حضراتكم عارفين ده، وخاصة بالنسبة للجالية العربية في أمريكا بمسلميها بمسيحيها بكل طوائفها، بيحتفلوا بشهر رمضان لأنه أصبح الشهر اللي هو بنحس كلنا فيه إن احنا بنتقارب من بعض، الحب بينا بيزيد أكتر، بيبقى وقفة مع النفس لمراجعة اللي حصل خلال السنة دي كلها. فبتمنى ان احنا يكون شهر رمضان مبارك لنا علينا جميعا، وبدعو ربنا ان يتقبل صيام وقيام المسلمين في شهر رمضان. الحلقة النهاردة فيها العديد من الفقرات اللي بتهمكم وبتهم ابناء الجالية العربية، وطبعا احنا ما بنختار مواضيع زي ما حضرتكم عارفين بيكون بناء على طلبات، بيبقى انتوا عايزين تناقشوا ايه او عايزين تتكلموا على ايه، احنا بنحاول نشوف ايه اللي بيهم الجالية العربية. هيكون معانا الليلة في الفقرة الأخيرة العالم الإسلامي الجليل الشيخ الدكتور محمد موسى. الدكتور محمد موسى هيكون معانا وهيكلمنا ويذكرنا بما يجب أن نكون عليه في رمضان. طبعا ده عايز كلام كتير وحلقات كتيرة، ولكن فضيلة الشيخ والعالم الجليل الدكتور محمد موسى هيقدر يختصر لنا الكلام ده في بعض الدقائق. أيضا هيكون معانا المجموعة اللي نظموا الاحتفال والتوعية أو الأويرنس للجالية العربية ببروكلين عن طريق الجمعية العربية الأمريكية ومراكز طبية كثيرة، ونظموا يوم وقفلوا فيه طبعا بالتصريح، يعني اهم شارع موجود في بروكلين وهو الافنيو الخامس، قفلوا الشارع الخامس الافنيو الخامس، وكان احتفال للجاليات العربيه والامريكيه ايضا، الناس تقعد مع بعض تتقرب لبعض اكتر قبل رمضان خلال اليوم كله في جميع الاكل العربي العادات والتقاليد، وايضا التوعيه الطبيه الهامه اللي شارك فيها العديد من المراكز الطبيه وخاصة المركز الطبي بالبيرج. هذه الجمعية بقيادة الأستاذ حبيب جودة، وطبعا هيكون معنا الليلة أيضا ما وصمم ان هو يشارك ويهنئ أخواته المسلمين فدر خضر اليتيم. فدر خضر اليتيم زي ما حضرتكم عارفين وكلنا احنا واقفين وراه، هو مرشح للسيتي كونسل وهو راعي كنيسة السلام ببروكلين. ايضا هيكون معانا دايركتور لاحدى المراكز الطبيه التي شاركت في هذا الاحتفال والمهرجان العربي الامريكي ببي ريدج بروكلين، مديره مركز احد مراكز الطبيه بالبي ريدج الاستاذه امنيه ابو العنين، هميمه ابو العنين. ايضا هيكون في حلقتنا الليله دي كان جالنا مكالمات كتيره وايميلز، ناس بيتصلوا بيسألوا احنا بيجينا مكالمات من الاي ار اس، الاي ار اس اللي هي الضرائب الفيدرالية، بيجيلهم مكالمات تليفون ان انت عليك مبلغ معين للاي ار اس، ونوع من انواع التهديد المؤدب
ان انت لازم تدفع ده والا يبقى فيها عقاب غرامات وحجز على بيت وقد تصل الى السجن وكده. فالموضوع كتر شويه ولقينا ان في نوع من انواع السكام زي ما بيقولوا، فقررنا ان احنا نستضيف احد المتخصصين والمرخص وعنده رخصه من الحكومه الفدراليه الامريكيه سي بي اي، هيكون معانا الاستاذ محمد علي يقول لنا حقيقه الموقف ايه، ويعني ايه اوديتنج، ويعني ايه وفعلا هل ده اوديتنج حقيقي ولا مش اوديتنج حقيقي، وازاي لما يجي لي اوديت يعني ايه تاكس اوديت وغير التاكس اوديت، في نوع تاني من الاوديت. فهنتكلم على المواضيع دي. ايضا لقينا ان وفخورين جدا ان يكون من احد مؤسسي الانترناشنال سمول بزنس اسوسيشن هو شخصية مصرية في واشنطن دي سي، ودكتور بجورج واشنطن يونيفرسيتي، بيتكلم على السمول بزنس وعلى ان انت ازاي ممكن يكون عندك شركة صغيرة ولكن هذه الشركة لها دور كبير في بناء اقتصاد الدول. الاعمال الصغيرة والشركات الصغيرة هي القلب لتطور تدور اقتصاد الدول الكبرى. فهنتكلم عن المؤتمر اليونايتد نيشن ريكوجنايزد، وكان لها طبعا في انطباعات كتيرة عن الدول العالمية اللي كانت متواجدة. وهيكون معنا استضيف معنا في هذه الحلقة ان شاء الله هيكون معنا الاستاذ نبيل، الدكتور نبيل الدكتور نبيل هيكون معنا في الحلقة دي. فأنا عايز أقول لحضراتكم إحنا في رمضان، بالنسبة لرمضان عندنا طبعا من خلال القنوات، عندنا قنوات الـ ART إحنا عندنا قنوات الـ ART قالوا لي الأستاذ أيمن الترابيشي، الأستاذ أيمن الترابيشي هيكون معنا في فقرة السمول بيزنس اللي هي الفقرة الأولى. فعايز أقول لحضراتكم إحنا القنوات الـ ART وقنوات الـ ON TV والـ MTV والـ LDC وقنوات، مجموعة القنوات عندنا أكتر من 100 قناة. وفي قنوات دينية، قناة ما تنسوش قناة اقرأ، وعندنا قنوات دينية إسلامية وقنوات دينية مسيحية زي نور سات، وفي قنوات كتيرة. رمضان بيعتبر سيزن للقنوات دي إن هي بتعرض عليه مسلسلات وكل ما هو جديد. ولكن أنا ليا رأي مختلف في هذا الموضوع. يمكن ده بقى نوع من انواع التراديشن او العادات اللي هي السنويه، ان كل جديد بيطلع في رمضان، لكن انت ما تقدرش تشوف كل حاجه جديده. وفي نفس الوقت انت في رمضان هو شهر روحاني، شهر احنا صحيح بيشاركونا اخواتنا المسيحيين، اخواتنا من طوائف اخرى، ولكن هم برضو بيحبوا الشهر ده لوجود برضو ايضا هذه الكم من الأعمال الدرامية والأعمال الجديدة على التلفزيون. فأنا من رأيي إن إحنا ما نضيعش وقت كتير في هذه المسلسلات ونتفرج عليها، مش بقول لكم لا ما نتفرجش، ولكن بعد في أوقات يعني رمضان وقته بسيط، واستغل وقت رمضان في روحانيات، في التقرب إلى الله. يعني أنا يعني كل الناس بيقولوا عكس كلام، شوفوا معانا مسلسل عادل امام، معانا مسلسل روبي، معانا مسلسل خالد النبوي، معانا مسلسل آسر ياسين، عندنا المسلسلات دي كلها. المسلسلات دي مش رايحه يعني مش هتتعرض في رمضان وبعد كده هتتمحي او والبي ديليتد، لا دي موجوده طول السنه تتفرجوا عليها، ممكن تتفرج عليها طول السنه. فيا ريت نتقرب اكتر لربنا ونستغل رمضان، وان الحسنه في رمضان بتتضاعف وتتضاعف وتتضاعف، والسيئات بتمحى، والود والمحبه تكون بيننا. ودايما احنا عندنا كلمات شهيره في رمضان، لما دايما تقابل الناس يقول لك رمضان مبارك، رمضان كريم، افطار شهي، مبارك عليك الشهر. فبمناسبه افطار شهي هيكون معانا ايضا في الحلقه دي الدكتور رمزي جوده. الدكتور رمزي هيكلمنا على الطريقه الصحيحه ان انت تحافظ على بدنك وعلى جسمك وعلى صحتك في رمضان. لما تغير عادات اكلك ازاي تقدر تحافظ على صحتك؟ هل العاده السيئه او العاده الحسنه اللي احنا بنتبعها في رمضان في الاكل بيدن المغرب نقعد ناكل 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 ناكل، ولا نستنى شويه، ولا نعمل ايه، وايه الاكل اللي هو الصحي،
والاكل اللي تاكله الساعه 3 الصبح، والاكل اللي ممكن تاكله وتنام على طول، والاكل المفروض ما تاكلوش قبل النوم على طول. هيكون معانا الدكتور رمزي هيكلمنا على هذه المواضيع. فخلينا ندخل على طول في الحلقه لان احنا ما عندناش وقت كتير. وعايز اقول لحضراتكم ايضا ان احنا سنتوقف خلال شهر رمضان ونعود بعد رمضان بالجسر، مش في ثوبه الجديد ولكن في مواضيعه الجديده وفي مشاركتكم. فخليني اشوف نشوف مع بعض فيديو كليب، ويكون معانا اول ضيوفنا الليله الدكتور نبيل الترابيشي، ويكلمنا على الاعمال الصغيره والشركات الصغيره والسمول بزنس وايه الموضوع بالظبط. خلينا نفهمه لان احنا كلنا يعني بنحب البيزنس، واحنا كعرب دايما تبص ليها في بنشتغل صحيح ونروح من 9 ل 5 وبتاع، بس في عاداتنا كلها دايما نتكلم على البيزنس والمشاريع، وانا عندي مشروع اعمل كذا وعامل مش عارف ايه، وبعدين تاني يوم الصبح ما حدش بيعمل حاجه خالص. فخلينا نتكلم ونشوف اهميه الفكره البسيطه اللي انت ممكن بتقولها مع اصدقائك على العشاء وعلى الغداء، ازاي نقدر نطورها وتبقى سمول بيزنس وتشارك في بناء اقتصاد المكان اللي انت عايش فيه. فهنطلع دلوقتي لفاصل، وعندنا برومو خاصة جدا واكسكلوزيف للجسر عن رمضان، ونعود مرة اخرى مع اول ضيوف حلقتنا الليلة الدكتور نبيل الترابيشي. Ramadan Karim from Paraguay. Ramadan Karim from Austin, Texas. Ramadan Karim from Bahrain. Ramadan Karim from China. Ramadan Karim from Gaza. Ramadan Karim from Iran. Ramadan Karim from Paraguay. Ramadan Karim from Ramadan Karim from Sierra Leone. Ramadan Karim from Qatar, Saudi Arabia. Ramadan Karim from Maldives. Ramadan Karim from Mexico. Ramadan Karim from Denmark. Ramadan Mubarak from California. Ramadan Karim from Edinburgh, Scotland. From Switzerland, Ramadan Karim. Ramadan Karim from Japan. Ramadan Karim from the Netherlands. Ramadan Karim de Colombia. Ramadan Karim من أرمينيا. Ramadan Karim from Germany. من تركيا. Ramadan Karim. Ramadan Karim from Bali. Ramadan Karim من مكة.